يقول يا اخوك انا مبطي علومي صعيبات صعيبات يا اخوك انا مبطي علومي صعيبات حالي تردى والزمن سلني سل يا صاحبي ولا جروحي ما تخيط غميجات ما ادري متى يا صاحبي ناجد الحل الله اكبر قررت اسولف واكتبه 10 ابيات ابيات بعض السوالف لا طريناه تنمل يا سلام ولا النواجف فقدها يهدم الذات والذلة تطريه ملعون بالذل ماتت هجوسي بس الإحساس ما مات ما مات أتل روحي من وسط خافقي تل يا سلام هيهات ترجع ذيك الأيام هيهات مير الحبايب شلني بعدهم شل يا سلام قمت تعزوى بص روح العزيزات هدم المواقف مو مثل هدمة الحل ولم ساعة العمر واجمع اشتات وهج عن بعض البشر هجة البل الله شتان ما بين الردى والمروات يبليس دونك حاجتي ما بها خل الله يلعن فاقد الذوق والذات بعض المواقف تجعلك تكره الكل يا سلام.